جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة يقول: أنا موظف بمدرسة متوسطة وثانوية، ويصرف لطلابها مكافأة شهرية بدل اغتراب بشرطين، هما أن يحضر الطالب أو ولي أمره صك من المحكمة الشرعية بأن مقر سكنه يبعد عن المدرسة 15 كيلومتر. ثانيا، مشهد من إدارة المدرسة بأن الطالب يستحق المكافأة، وبهذين الشرطين يصرف للطالب مكافأة. وأنا أعمل في إعداد المسيرات والمشاهد المذكورة، ويوقعها مدير المدرسة وأرفعها للجهة المسؤولة، ثم يستلم الطالب المكافأة بموجب الصك والمشهد، علما بأنني أعرف أن بعض الطلاب يبعد عن المدرسة بضع مترات، ومنهم من يبعد مقر سكنه عن المدرسة كيلوين أو ثلاثة، وأن المسافة المذكورة بالصك غير صحيحة. ويستمر على هذا المنوال شيخ صالح ليسأل: هل يستمر في هذا العمل أم ينقطع عنه لكونه يناقض ما يعلم؟ جزاكم الله خيرا. هو يصرف ولا يوقع؟ هو يوقع على المشاهد ويرفعها للمسؤولين. لا يجوز لك أن توقع على هذه الأوراق التي تعلم أنها مزيفة وأنها كذب، بل الواجب عليك التزام الصدق، لأنك إذا وقعت عليها فإنها تنفذ اعتمادا على توقيعك، فتكون أنت المتسبب في صرف هذا المال بغير حق. عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا توقع إلا على شيء صحيح متطابق مع الشروط النظامية، وإلا فإنما يصرف وهو غير مطابق يكون في ذمتك وأنت المسؤول عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ شيخ صالح أن الذي يوقع هو مدير المدرسة، لكن هو يجري بعض الإجراءات ومن ثم يرفعها. كلاهما الظاهر يوقع، المدير وهذا المسؤول، وكل منهما عليه مسؤولية، وكل منهما مشارك في الكذب وأكل المال بالباطل. فعلى المدير وعلى أي مسؤول عن تطبيق النظام أن يكون صادقا، وأن لا يمضي ولا ينفذ إلا ما كان صحيحا. وهذا من النصيحة لولي الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن الموظف والمسؤول يجب عليه أن يحافظ على نظام الدولة الذي وضعته لصالح المسلمين، وأن لا يتساهل في هذا الأمر، أو ربما يتساهل مع أناس ويتشدد مع أناس آخرين حسب هواه، وهذا أمر لا يجوز على كل حال، والواجب التزام الصدق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا علم عضو في المحكمة عن هذا الموضوع شيخ صالح، ما الحكم حينئذ؟ كل من يوقع ويصدق على هذه الورقة فإنه مسؤول عما وقع يوم القيامة. أما إذا لم يكن يعلم، جاءته أوراق يظهر أنها مستوفية للنظام وهو لا يعلم، فإنه لا يؤاخذ، لأنه بنى على الظاهر، ويكون الإثم على من علم. نعم.